بلادي قريبة من هنا وقريتي وبيتي. هذا هو لسان حال اللاجئين السوريين في دول الجوار. في تركيا يبدو أن الحركة من وإلى الأراضي السورية أسهل وأسرع، وبإمكان القاطنين في هذا المخيم سماع دوي القصف وأزيز الرصاص ومتابعة يوميات الأحداث في بلادهم، بما في ذلك المساعدة في الإغاثة ونقل الجرحى. كل يوم نشاهد القذائف تنزل أمام عيوننا في مدينة سلقين أو على حارم أو على القرى المجاورة. حتى امبارح قمنا بإسعاف أشخاص من الحدود السوري التركي إلى داخل المخيم، إلى المشفى الميداني الموجود في المخيم، وتم استشهاد أحد الأشخاص منهم داخل المخيم من قرية قزاري. ويعني هذا الوضع يعني لأيمت بيستمر. نحن نطالب يعني جميع الدول العالم أن يتحرك شوي بضمير فقط. خلال الشهر الماضي هرب من سوريا 100,000 لاجئ، وهو ما يعادل نصف عدد اللاجئين الذين خرجوا على مدى عام ونصف، ولعل هذا من أبرز المؤشرات على تدهور الأوضاع. الوضع إذا في أمان بيضل، ما في أمان بده يطلع مشان أولاده مشان كذا. بده إذا عنده ولد 4-5 أولاد وين يروح فيهم؟ هذا مثلا بده يجيب أكل ما في لأخي كذا، بده يدبر بياخذ أولاده على غير محل بيدبر الأكل شغل منامه. لا شيء في سوريا يوحي بأن الأوضاع هذا الشهر ستكون أفضل في ظل تصاعد أعمال العنف على الأرض.